السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كي اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالجديد والحصري وكل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا حصريا يعني مباراه نادي اتلتيكو بارادو ضد شبيبه القبائل بملعب الدار البيضاء بدايه من الساعه 15:45 يعني الرابعه الا ربع مساء دون جمهور، يعني تم تعيين المباراة دون جمهور، وهذا القرار يعني اللي صدم الجماهير وجمهور شبيبة القبائل. كذلك القرار جاء بعد انعقاد الاجتماع الأمني، يعني أول مرة في التاريخ تلعب مباراة دون جمهور وطرفي اللقاء يعني غير معاقبين بلا ويكلو بل بطلب من النادي المستقبل. والله صراحة خوتنا قرار جد صعب بالبزاف، يعني الفريقين راهم غير يعني معاقبين، سواء شبيبة القبائل أو أتلتيكو بارادو ما همش معاقبين يعني بالأويكلو، ولكن ما فهمناش النادي هذا كيفاش يعني طلب، والله كيفاش قرر بعد انعقاد الاجتماع الأمني وقرر هذا القرار يعني الغير لائق أنها تلعب شبيبة القبائل مباراة بدون جمهور، وهي بأمس الحاجة إلى الجمهور باش يوقف معها بإذن الله في هذه المباراة المهمة. صراحة كل ما تلعب شبيبة القبائل نلقاو الكارثة، نلقاو الأخطاء التحكيمية، نلقاو المباراة الغير معنية بالتلفازة، نلقاو المباراة الغير معنية بالجمهور يعني بلا ويكلو. لم نفهم لماذا كل ما تلعب شبيبة القبائل نلقاو كل هذه العراقيل اللي يحبوا يسقطوا شبيبة القبائل بالسيف إلى القسم الثاني أو إلى الدرجة الثانية، وإن شاء الله يا ربي شبيبة القبائل ديما في العلالي. لايك الفيديو.